السيد وليد اللي نشقت لكنا السيد رئيس الغرفة السيد عبد الملك ورفقة الناس ورفقة السيد والي الأمن يعني مفكرين مع عدد من الشخصيات كما كتعرفوا كما كعرف الجميع يعني حضور الوطني للمعادن اللي هو في النسخة ديالو الثانية فهو معرض لأنه كان توقفت الحركة بعد الجائحة وجاء في حالة استثنائية من بعد رفع الحجر فهو جاء هذا المعرض هذا معرض اللي هو في الحقيقة أنه حسينا بأن هذه المعارض الموضوعاتية دائما أنها تتطور في كل سنة النسخة الأولى ماشي هي النسخة الثانية كاين واحد العدد الإبداعات جديدة كاين واحد العدد الابتكارات جديدة الحرفيين يعني مهر يعني طوروا الحرف ديالهم يعني مشاو بواحد الشكل اللي هو يعني كبير بالنسبة لهذاك كذلك المنتوجات الجديدة وهذا المعرض اللي هو على مساحة تقدر 4000 متر مربع فيه 120 عارض واحد العدد المؤسسات دار المقاول فيه فرصة للمشروع الحكومي الأخير فرصة فيه واحد العدد ديال المسائل اللي هي فيها خير الصناع المعارض يعني دابا ما كيكون فيها الفن وتكون فيها الجودة وتتكون فيها يعني الابتكار فهي دائما كتلقى راسها في السوق ودائما ان الحرفيين عندهم واحد اجتهدوا بزاف للزائرين كيجيو لان رقم المعاملات اللي دار السنه اللي فاتت فهو رقم معاملات مهم على حسب التصريحات ديال العارضين وتنتمنوا ان هذا العام هذا غادي يكون اكثر ان شاء الله تعالى. هذا المعرض صوب هذه المره كنشوفوا تنشوف المعرض هذا العام صوب بحال داك الشيء ديال اوروبا، معرض اوروبي هو هذا نزل في عندنا في فاس الحمد لله. بهذا الديكور ديالو بهذه الحاله هكا هذا هو معرض اوروبي ولكن الحمد لله الصناعيه الحمد لله كونوا دابا فرحانين كلهم ناشطين كلهم الحمد لله فرحانين بهذا المعرض وجا في هذا الشهر في هذه الشهور المباركه وفي هذا الشهر المزيان وفي هذا الشهر ديال الثاني ديال الربيع الحمد لله كل شيء فرحان والانتاج كاين جديد تبارك الله كاين جديد وتنشكر الغرفه ديالنا غرفه الصناعه التقليديه وتنشكر المندوبيه ديالنا الصناعه التقليديه وتنشكر وزاره الصناعه التقليديه ديالنا اللي تتشجعونا وتيديروا لنا هاد المعارض وهذا الشيء كله الحمد لله والله تعالى يحنا بالخير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.